بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أتحدث عن How to remove an image background، أي كيف نقوم بجعل خلفية الصورة شفافة باستخدام أكواد بايثون. لدي هنا على سبيل المثال مجلد يحتوي على صورتين. الصورة الأولى وهي صورة للظهور، نجد هنا صورة الظهور وتوجد خلفها خلفية، وأيضا صورة سيجل أي طائر النورس وتوجد به خلفية السماء باللون الأزرق. نرغب في حذف الخلفية ونجعل الخلفية شفافة لكي يتم تركيبها على خلفيات أخرى. هل يمكن عمل ذلك باستخدام أكواد البايثون؟ نعم، يمكن عمل ذلك بأكواد بسيطة جدا، وهذا ما سنوضحه في هذه الخطوات. أنا أولا هعمل سيلكت للصورتين. طبعا ممكن تعمل سيلكت لمجموعة من الصور وبعدها تختار كوبي نسخ. بعدها بنتجه للبروجيكت، وهنا البروجيكت باث، هنا نضغط رايت كليك ونختار بيست لصق، وبعدها اوكي. يتم لصق الصورتين روزس دوت جافا جي والصورة الاخرى سيجال دوت جافا جي. بعدها بنفتح نافذة التيرمينال وبنكتب الامر التالي: pip install rim bg اي remove background، ونضغط مفتاح الادخال انتر. يقوم بتثبيت هذه المكتبة. طبعا يجب ان يكون السيستم connected to the internet، متصلا بالانترنت. بعدها بنكتب الامر التالي، بنكتب هنا pip install open cv underscore python، ونضغط مفتاح الادخال انتر لكي يقوم بتثبيت مكتبة open cv. وهنا اعطاني requirement already satisfied، اي ان هذه المكتبة تم تثبيتها سابقا. بنغلق نافذة التيرمينال، نتجه الى منطقة الورك سبيس ونكتب الكود التالي. اولا بنكتب from rim bg اي remove background import استورد remove. من اول السطر بنكتب ايضا import استورد cv2 اي computer vision. بعدها بنعمل creating متغير وليكن اسمه input path، نكتب input underscore path يساوي، ونكتب هنا single codes اسم الصورة roses على سبيل المثال dot jpg. من اول السطر بنكتب هنا متغير خاص بالصورة التي سنستخرجها، وهي منزوعة الخلفية او عمل خلفية شفافة لها، فبنكتب هنا output underscore path اي مسار الصورة التي ستستهدف بعد نزع الخلفية الخاصة بها. فبنكتب هنا single codes، وبنكتب مثلا هنا roses نفس الاسم ولكن بامتداد مختلف مثلا png. بعدها هنا ننشئ متغير اخر اسمه input يساوي، وبنستخدم الكمبيوتر فيجن 2 دوت، ونقرا الصوره من خلال الكمبيوتر فيجن من خلال الميثود ايمج ريد. فبنستخدم هنا ايمج ريد ونكتب هنا انبوت اسم المتغير الذي وضعنا بداخل الصوره المدخله هنا انبوت باث، وبعدها ايضا بنعمل كرييتنج لمتغير اخر وليكن اسمه اوتبوت يساوي، ونستخدم الميثود ريموف يعني ازل الخلفية اللي انا قرأتها من خلال المتغير import. من اول السطر هنا بنستخدم هنا computer vision 2.imageWrite يعني اكتب الصورة، اي بنكتبها هنا على الهارد ديسك او اي وسيط تخزيني، وبنكتب هنا بين قوسين الoutput path، وبعدين هنا كوما ونكتب output اسم الصورة التي تم اخراجها بدون خلفية او بعد ما جعلنا الخلفية لونها شفاف. وبعدين ايضا بنستخدم computer vision 2.imageShow يعني اعرض الصورة، وحنعرضها كذلك من الـ output path، وبعدين نختار هنا كوما ونكتب ايضا الـ output من المتغير output، يعني هات المتغير output بعد نزع الباكجراوند، وهنكتب نفس الاسم roses.png الموجودة داخل المتغير output
underscore class. من أول السطر نكتب عبارة شرطية F computer vision 2.vk، يعني انتظر أحد ضربات المفاتيح، وهنا الانتظار وليكن 0 second، ونكتب هنا AND، ونكتب هنا 0 X FF capital يساوي مرتين، ونكتب ORD، وهنا ناخد brackets ونكتب هنا single quotes، ونكتب اسم مفتاح للانتظار حين الضرب عليه وليكن مفتاح Q، وبعدين هنا نضع كله، ونكتب هنا computer vision 2.close يعني اغلق، ونضع هنا brackets empty brackets، وايضا في السطر الذي يليه نكتب computer vision 2.destroy all windows معناها اغلق كل النوافذ المفتوحة. نكتب computer vision 2.destroy all windows اي اغلق جميع النوافذ المفتوحة. نجرب، نضغط على run، نجد هنا الصورة ظهرت خلفية سوداء والظهور لونها أحمر وتم محو الخلفية تماما. نجد هنا عمل ملف، طبعا ده الملف الأصلي روزس بهذه الخلفية، لكن بعد تحويله ظهرت بهذا الشكل، تم نزع الخلفية. هذه هي الصورة الأصلية، وهذه الصورة بعد ما عمل ريموفنج للباك جراوند. نجرب أيضا في الكود صورة السيجال أي طائر النورس، هنا نجد أن الخلفية لونها سماوي. نريد أن ننزع هذه الخلفية ونجعلها شفافة، فبنستخدم صورة سيجال، فبنكتب هنا سيجال، طبعا بالامتداد الأصلي جابا جي، هنحولها صورة سيجال بالامتداد بي ان جي، ونضغط ران، نجد هنا صورة السيجال وأيضا تم نزع الخلفية الخاصة بها. بنغلق، بنجد هنا الصورة بعد ما تم عمل كرييتنج لها وحفظها هنا داخل مجلد المشروع الحالي، نضغط عليها، دي صورة السجل طائر النورس بعد ما تم نزع الريموفينج للباك جراوند. يبقى دي صورة الظهور الأصلية، ودي ظهور بعد ما تم عمل ريموفينج للباك جراوند، وكذلك دي صورة السيجال، ودي صورة السيجال بالبي ان جي امتدادها بي ان جي بعد ما تم نزع الخلفية الخاصة بها. ان شاء الله سأترك لك هذا الكود في رابط اسفل الفيديو، وهذا الكود بسيط جدا جدا في الاستخدام، لكن بيؤدي وظائف كبيرة جدا، كانت سابقا بتأخذ عديد من الخطوات الكبيرة في الاكواد. وايضا سأترك لك إن شاء الله سأترك لك هاتين الصورتين في رابط أسفل الفيديو لكي يمكنك تجربة الأكواد عليها إن شاء الله. إن شاء الله في المرة القادمة هنعرف إزاي ننزع الخلفية ونجعلها شفافة، ونضع هذه الخلفية ونقوم بتركيبها على خلفية أخرى إن شاء الله، أي نقوم بعمل بعض وظائف الفوتوشوب من خلال الأسلوب برمجي بسيط جدا وبسهولة، ويمكن تطبيق هذه الدوال على آلاف بل ملايين من الصور دفعة واحدة. يعني مثلا لو عندي مجموعة من الصور باكج كلها مرة واحدة، هل ممكن عملها بأكواد البايسون؟ نعم يمكن عملها بأكواد البايسون وبسرعة جدا، وإن احنا نقوم حذف الخلفية ونضع خلفية أخرى لكم كبير من الصور بشكل برمجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.